وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه بصناره. انا على الهواء، تقدروا تكلموني على الارقام اللي ظاهره قدام حضراتكم. لو في اي استفسارات او وصفات او اي حاجه عايزين توصلوها لنا ابعتوها لنا على البيج بتاعتنا على الفيسبوك شبكه بصناره. النهارده هعمل شوربه جمبري بالشعريه وهعمل ميكسي فود بالبشاميل. هبتدي الاول بالشوربه علشان على ما نسيبها تاخد وقتها تكون استوت اقول لحضراتكم المكونات: مرقه خضار او سمك او فراخ او اي مرقه موجوده، شعريه، حبهان، جوز الطيب، ورق لورو، فلفل ابيض، زبده، وجمبري. هبتدي على طول، ما فيهاش بقى بصل، ما فيهاش اي حاجه خالص. طبعا لو عايزين نزود اي حاجه من الحاجات دي ماشي، بس كل مره بنعمل حاجه زي ما اتفقنا بايه، بشكل مختلف. هبتدي الاول احط كميه الزبده، زبده او زيت زيتون او زيت عادي او سمنه اللي انتوا تحبوه، بس جمبري والزبده هم عاده بيبقوا مظبوطين جدا مع بعض. انا شخصيا لما باكل الشعريه بحب الشعريه ولسان العصفور يبقوا محروين قوي، يبقى لونهم بني. طبعا درجه سواهم راجعه لحضراتكم، كده كده هم هيتسابوا على النار، هيفضلوا يغلوا لحد لما يوصل يعني يبتدوا يتنفخوا شويه ويستووا. درجه لونهم دي راجعه لحضراتكم. هسيب الزبده تسخن فين بس نقطه زيت صغيره، علشان لو ما خدناش بالنا والزبده سخنت قوي ما تبداش ايه تتلسع او تتحرق، عشان اللي بيحصل لما الزبده بتتلسع او بتتحرق بتبتدي تاخد لون بني، فبتغير الايه الطبخه اللي احنا بنعملها. ممكن نجيب كده سباتشولا. العين دي شكلها اضعف شويه، بس انا هبقى محتاج الاثنين علشان الطبق الثاني هيبقى فيه شويه شغل. طبعا انا عامل منه صينيه ثانيه، لكن لازم اوري حضراتكم ازاي هنمشي فيه، لان هنحتاج نعمل الاول بشاميل وبعدين هنعمل نقطع الثوم والسبانخ والمشروم ونحط الكلام ده كله، نشوح السي فود في على النار، وبعد كده ايه نبتدي نركب الصينيه وندخلها الفرن. فكر حضراتكم تاني، لو هنستعمل الفرن لازم نبقى مشغلين الفرن من قبل ما نبتدي طبخ على الاقل بربع ساعه. طبعا ربع ساعه ده على حسب كل ست بيت في بيتها عارفه البوتاجاز والفرن بتاعها عامل ازاي، وكل برده راجل بيطبخ او اي حد بيطبخ يبقى عارف البوتاجاز والفرن بيسخن في قد ايه. فمن ربع ساعة لنص ساعة على حسب. طبعا الفران الكهرباء بتبقى اسهل كتير، علشان بتبقى اسهل، بس انا شخصيا يعني مش عايز اقول ما بحبهاش او بكرهها، بس بحب الفرن بتاع النار لان ريحته نفسها بتبقى حلوة. الفران الكهرباء طبعا امان اكتر بكتير، وكل واحد بايه في الاخر بيستعمل الحاجة اللي بتريحه. كده ابتدت الزبدة، اول لما تبتدي تبقدل وخلاص كلها ساعت نحط الشعرية ونديها بقى وقتها. زي ما قلت لحضراتكم درجه لون الشعريه او درجه لون لسان العصفور ده راجع لحضراتكم تماما. انا شخصيا بحب جدا تبقى لونها غامق. نفضل بقى نقلب. علشان ليه بنقلب؟ علشان ما يبقاش في واحده لونها بني وواحده لونها فاتح، الا اذا كنا بنعمل ده بالقصد، زي ما بنعمل مثلا ساعات بنعمل اللي هو رز رزايه ورزايه، نحط معلقه رز الاول بدري قبل الرز الثاني، نحمصها تاخد لون وبعدين ننزل بقيه الرز ونقلبه. فبنفضل نقلب لحد لما تاخد اللون اللي احنا عايزينه. لو مش عايزينها بقى تاخد لون خالص، واللي انا هعمله دلوقتي علشان وقتي، هنحط الجمبري على طول ونبتدي في بقيه الايه الخطوات ونكمل، علشان وقتي هيبقى ضيق فمحتاج انها تستوي. الصوت اللي طلع ده من الجمبري علشان بيكون ساعات فيه شويه ميه. على فكرة ممكن قوي كمان اسف اكل من الاكلات اللي انا بحبها جدا الشعرية بس لوحدها، يعني بعمل الشعرية كده واسيبها. احنا ممكن نعمل كده ونتبلها ونظبط السيزننج بتاعها، ملح وفلفل والبهارات اللي احنا عايزينها، ونحط عليها كمية مية قليلة، في الاخر بتطلع عاملة زي الشعرية بالجمبري، يعني هتبقى مش شوربة، هتبقى ناشفة. نسيبها لحد ما تنشف زي الرز بالظبط، نسيبها لحد لما تنشف وايه ناكلها كأنها شعرية بالجمبري زي الرز بالجمبري بالظبط. محتاج بس اطمن ان الجمبري وصل للنار. عندي هنا جوز الطيب ده تبع البشاميل، مش هنا. هاخد الفلفل الاسود او الفلفل الابيض، شويه كويسين من الملح. نفتكر بقى موضوع الملح ده كويس قوي، لو هنظبط المرقه اللي بنستعملها يبقى مفيش داعي نحط ملح خالص. لو مش ضابطين المرقه وبنستعمل ميه، احنا ممكن نستعمل ميه، يبقى لازم نظبط الملح. انا هحط شويه صغيرين، انا الملح في الشوربه مش مزوده قوي، فاحط شويه صغيرين علشان برضو ايه قبل ما اقفل عليها
النار واسيبها تغلي براحتها، هدوق واشوف الملح اخباره ايه والفلفل اخباره ايه. عاوزين نزود عليها قرن فلفل حراق شغال ادي كده. نقدر نقول ان احنا ممكن ناخد الشوربه بنتكلم في 10 دقايق ربع ساعه. ده جمبري، احنا كل اللي احنا محتاجينه يستوي هو اللي محتاجينه يستوي الشعريه مش الجمبري. الجمبري خلاص يعني دقيقه كمان وهتلاقيه استوى. بالنسبه للحبهان انا حظي وحش جدا مع الحبهان، ما بحبوش قوي يعني، ما بحبش طعمه. كل ما اكل حاجه فيه حبهان لازم تيجي تحت ايه، تحت اسناني. لو عايزين نتجنب الموضوع ده ممكن نحط الحبهان ورق اللورو في شاش ونربطه ونحطها في الشوربه، وبعد ما نخلص نشيلها اللي بنسميه في المطبخ بوكيه جرنيه. كده انا بالنسبه لي محتاج ان انا ادوق واشوف الملح مظبوط ولا لا. كده ولا كده هي شوربه فالامور سهله قوي، ملح فلفل حراق نقدر نظبط الكلام ده في اي وقت، بس نبقى ماشيين دايما مظبوط جدا كده. تمام، هقلبها تقليبه كمان وهسيبها 10 دقايق ربع ساعه تكون ايه استوت. طبعا يفضل نغطي عليها ومش نار عاليه قوي، نار متوسطه لهاديه. لو حطينا عليها نار عاليه قوي هتبتدي تغلي بعد دقيقه بالظبط، هتبتدي تغلي وهتبقى العمليه ايه زياده، وتبتدي ممكن لو ما خدناش بالنا توقع بره الحله. فنخليها دايما ايه على نار متوسطه لقليله. نقول لحضراتكم على المكونات السي فود بالبشاميل. معلش انا اتلخبطت وحطيت جوز الطيب مع الشوربه بس هو مش معاها، نقدر نزود بس احنا ايه الجوز الطيب بنستعمله في البشاميل. في عندي ميكس سي فود، سمك فيليه متقطع وكالاماري متقطع وجمبري صغير، جوز الطيب شبت هزوق بيه، ميكس تشيز، دقيق، زبده، ثوم، لبن، سبانخ ومشروم وبطاطس مسلوقه. خلونا نقسم الحاجات اللي هنشتغل بيها. يعني انا هعمل بشاميل يبقى هحتاج دقيق ولبن وجوز الطيب ميكس تشيز وزبده. دول كده نخليهم هنا، دول الايه البشاميل. وبعد كده هيبقى عندي الايه المشروم والسبانخ، ده في الاخر. هطلع فاصل وارجع اكمل مع حضراتكم بقى ابتدي ايه اجهز شغل السي فود بالبشاميل. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. هطمن دلوقتي على الشوربه، هدوق اخر مره. انا بصراحه في الفاصل زودت شويه شطه حمراء علشان تبقى حراقه، جمبري من غير حراقه ما ينفعش قوي. تمام، هنسيبها كمان دقيقتين ثلاثه هي خلاص. انا بقول لحضراتكم دايما 10 دقايق ربع ساعه علشان احنا ما بنعملش في البيت طبق واحد زي ما انا بعمل، احنا بنعمل للبيت كله فبيبقى الكميه اكبر وبتاخد وقت اكتر. انا عشان بعمل طبق واحد فممكن تبقى ما بين 5 دقايق و 8 دقايق بالكتير او 10 دقايق، فهو غالبا انا دقتها في الفاصل ابتدت الشعريه تطرى، فمعنى كده ان دقيقتين كمان وهيبقى طبق الايه الشوربه جاهز. هاخد دلوقتي هبتدي اعمل البشاميل. كميه الزبده قد كميه الدقيق، هبتدي الاول بالزبده. دول نار سخنه قوي، دول تقريبا ثلاث معالق، فهستنى لما الزبده تبتدي تسيح. ونخلي بالنا بقى عشان البشاميل ما يطلعش لونه غامق، مش عايزين الزبده تسخن خالص. لو الزبده سخنت وابتدت تاخد لون هيطلع البشاميل لونه غامق، فحديها كده نقطتين زيت بسرعه علشان ما ايه ما تغمقش. شويه خطوات في البشاميل او السي فود بالبشاميل، بس ايه لو ركزنا فيها هنلاقي العمليه سهله. سخنت الحله والبوتاجاز سخن، نشيلها زي ما انا عملت كده ونقلب بالراحه لحد لما تبتدي الزبده تسيح. ودايما لما نعمل البشاميل يفضل نعمله في حله واسعه عشان نعرف نقلب براحتنا وما يكلكعش، واللبن لازم يبقى ساقع. هاخد 3 معالق دقيق، حاول نفردهم كده خليه جنبينا يمكن نحتاجه، وبمضرب لو مفيش مضرب ممكن نستعمل شوكه
بس ده بقى متوفر في كل حتة يعني. هنقلب كده لحد لما يبتدي ايه نشم ريحة البسكوت بتاع العيد، يبتدي الدقيق يستوي، عشان لو ما خليناش بالنا من النقطة دي هيبقى البشاميل فيه طعم دقيق ني، فمش عايزين يبقى عندنا ايه المشكلة دي. واضح ان الزبدة كانت حوالي 4 معالق، فهزود شوية لان هو المفروض يبتدي يمسك في بعضه يعمل حاجة اسمها رو اللي هو الاساس بتاع البشاميل. عشان كده دايما بخلي الحاجة جنبي علشان اقدر ازود زي ما انا عايز، وما ابتديش دايما بكل حاجة مرة واحدة، خليني واحدة واحدة علشان الامور تبقى ايه ماشية مظبوط. تقليب مستمر علشان نتجنب اي كلاكيع ممكن تحصل، وبالراحة خالص يعني مش لازم نحرك الايد كلها، نحرك بس الكوع او الريست علشان ما نتعبش. كده ابتدت الريحة يدوب تطلع، ريحة زي بتاعت الخبز بتاع البسكوت بتاع العيد. عايز ابعد شوية كده عشان السخونية. هطفي النار بقى على الشوربة كده، خلاص كفاية. ونبتدي نزود اللبن ساقع، لو حطينا اللبن سخن دلوقتي هتبقى هتعمل لمس، هتعمل كلاكيع. تمام. هزود كمية بما يعادل كبشة، كل مرة بزود تقريبا كبشة، وعلى طول بنقلب. هتلاقوه مسك في بعضه كده، مش عايزين نقلق خالص، بعد تقليب واحدة واحدة هيفك. هنزود، لو احنا بقى شغالين واللبن خلص زودوا مية مش مشكلة خالص، يعني لو اللبن اللي في ايده خلص دلوقتي هروح اجيب مية وازود مية وما تقلقوش. مادام احنا نحط لبن ساقع وشغالين تقليب مش هيحصل اي كلاكيع. هتلاقوها مسكت شوية في الاول بس بعد كده هتفك، كده بقى اقدر ازود اغلب الكمية. وبعد كده بقى راجع لحضراتكم درجة تقل البشاميل، في ناس بتحب المكرونة بالبشاميل تبقى عايمة خالص، في ناس بتحب تبقى جامدة، زي ما تحبوا. انا دلوقتي هخليها تبقى عايمة، ليه؟ علشان انا هحط ميكس تشيز، الجبنة هتخليها تمسك في بعضها، فنخلي بالنا ان احنا ما نخليهاش ايه تمسك جامد قوي، علشان لو مسكت هنحط الجبنة، نيجي نحط البشاميل على الصينية هتلاقوا العملية بقت مكلكعة وماسكة في بعضها. شكلها كده سايب، بس انا هزود تاني. مع الوقت بقى والخبره هتلاقوكوا بداتوا تفهموا بنحط كميه قد ايه، وبنتقل امتى وبنخفف امتى، واحنا برضو بنحاول نوصل لحضراتكم المعلومه على قد ما نقدر علشان تبقى الامور واضحه. خلينا نقول حصل ان اللبن زاد او الميه زادت وبقت سايبه خالص، وزي ما يعني دي هتمسك حالا، بس لو بقت سايبه سيبوها شويه على النار هتبتدي تسمر او تغلي سنه، هتلاقوها ايه مسكت نفسها. انا محتاجه اخليها تفضل سايبه كده علشان اقدر احط الجبنه. خلاص زي ما انتم شايفين مفيش فيها اي لمس او كلاكيع. جوزة الطيب قويه جدا، فهنحط يا دوب حاجه بسيطه قوي بتديها طعم حلو جدا، يعني اقل من ربع معلقه. وهقلبها، مفيش ما بتاخدش دقايق وتبتدي تمسك نفسها. عايزين ننجز في الوقت، هنبتدي نحط الجبنه كده كفايه، لان كده هتمسك جامد قوي، لو مسكت جامد قوي لبن او ميه هيفكها. كده بالنسبه لي انا يعني تمام. هنقلهم بقى في جار او في شفشق علشان يبقى سهل ان انا اقدر احطهم على بقيه السي فود. هظبط البشاميل قدامه كمان يمكن 30 ثانية، هطلع فاصل وارجع اقدم لحضراتكم الشوربة وابتدي اسوي السي فود واركب الطبق واوريكم نسخة عاملها. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل، خلصت البشاميل وحطيته في الجار ده زي ما حضراتكم شايفين، مش عايزين نتقل اكتر من كده الا اذا كنا محتاجين ان احنا بنحب البشاميل يبقى تقيل. ده راجع لحضراتكم، تقيل هنزود اللبن، اسف تقيل هنسيبه على النار اللبن يخف، خفيف هنزود اللبن وهنخليه سايب زي ما احنا عاوزين. دلوقتي هحط الشوربه في الطبق. طبعا الشعريه استوت. انا بالنسبه لي يعني ما بفضلش قوي الشعريه تبقى لونها فاتح كده، بحب الشعريه يبقى لونها اغمق من كده بكتير، بس طبعا ده بما اننا محتاجين الوقت هناخد بقى شويه من المايه. لو كنت قللت المايه سوري لو كنت قللت المايه اكتر من كده، المرقه اللي انا حطيتها كانت هتبقى شعريه
ناشفه بالجمبري كده عشان ما نمليش اكتر من كده. ممكن بقى علشان برضو تبقى ايه في شويه من الشكل شبت في النص. يعني هو الشبت كسبان جدا مع السي فود، دايما الشبت بيبقى موجود في السي فود. كده خلاص ممكن نشيل ده بقى على جنب ونبتدي بعد ما خلصنا البشاميل نبتدي نعمل الايه السي فود. فصين ثلاثة توم كده كبار كويسين، هنحتاج طاسة. الفرن مولع، انا مولع الفرن على 200. لما احطها في لما احط الصينيه في الفرن مش هسيبه على 200، هحاول احط الشوايه واخليه على 180 علشان بس انا مش محتاج حاجه غير حوالي ربع ساعه يبتدي السي فود يكمل سواه. لو كان لسه فاضل فيه حاجه ما استويتش انا هسويه او هسوي 3 ارباعه على النار هنا، وبعد كده يستوي وياخد وش من فوق زي ما هوري حضراتكم النسخه اللي انا عملتها. 3-4 فصوص زيت زيتون. هنقول ايه مثلا للكميه دي معلقتين 3 معالق زيت زيتون او طبعا زيت نباتي اللي حضراتكم بتفضلوه. كده كويس قوي، والمفروض ان الطاسه سخنت لان النار مولعه بقالها شويه. تمام، على طول بقى هنبتدي نسرع شويه. ممكن ايه المشروم نقطعه اي تقطيعه، مش لازم حلقات، مش يعني زي ما احنا عايزين. هنقطعه مربعات او ممكن نخلي اي اشكال، يبقى حاجة يعني مختلفة شوية بدل ما كل حاجة بتبقى بالظبط. وعلى طول السبانخ زي ما هي، كل الكمية دي تحط كده هتلاقوها تعمل دوشة وبعدين تخس خالص، يبقى الكمية الموجودة او الحبة اللي فاضلين بايه بيقلوا خالص. خلي بالنا بس علشان بيبقى فيها مية فبتبتدي تطرطش حاجات ممكن تلسعنا. مفيش دقايق وهتلاقوا، مفيش دقايق حتى يعني اقل من دقيقه هتلاقوا كميه السبانخ اللي كانت قد كده بقت حبه صغيرين قد كده. كان ممكن اقطعهم بس ايه هما كده كده هيفضلوا كبار، لان انا عايز كل حاجه احطها في الطاسه دلوقتي تبقى ايه باينه قدامي علشان ابقى عارف انا سويت ايه وما سويتش ايه. هحط المشروم وبعدين شوية السبانخ بقى وخلاص مفيش حاجة خالص. هناخد السي فود نوسع له مكان كده، نبتدي بالجمبري بالكالماري وبعدين السمك. أنا مسرع شوية بس الترتيب المفروض في نزول الحاجة يبقى أبطأ من كده شوية عشان أنا وقتي خلاص فاضي يمكن دقيقتين أو ثلاثة، فمحتاجين إن إحنا نفتكر الكالماري او السمك الاول وبعد كده هنحط الجمبري. لو عندنا صوابع كابوريا، لو عندنا استاكوزا سايبه نقدر نعمل ايه نحط الحاجات دي بعد كده. نشفت الطاسه مني شويه الحروف كده، همشي الزيت علشان نخفها شويه عشان ما تلزقش. طبعا لو عندنا الامكانيه ان احنا نستعمل طاسات ما بتلزقش يبقى احسن واحسن. نبتدي بقى نقلب كل حاجه مع بعض عشان السبانخ والمشروم والسي فود كله يبقى مع بعضه. لو بنعرف نعمل كده دي اسهل طريقه للتقليب. انا مش محتاج اسوي، انا محتاج ادي النكهه بتاعه الثوم والسبانخ والمشروم كله يتقلب مع بعضه وابتدي اجهز الطبق اللي هدخله الفرن. بطاطس مسلوقه 3/4 سلقه هنفردها. هحاول اسرع شويه لان انا قدامي دقيقه. انا خلاص هرص الطبق. المفروض السي فود ياخد شويه وقت اكتر من كده، ياخد له كمان دقيقتين ثلاثه على النار، بس المهم ان حضراتكم وصلت لكم الفكره وانا ايه عامل نسخه منها. لو هنعمل كده هنسيبه شويه اطول في الفرن، يعني لو انا قلت مثلا 10 دقايق ربع ساعه يبقى عشان ما سويناهوش للاخر هنخليه يبقى نقول مثلا تلت ساعه 25 دقيقه كده ولا كده. كل الحاجات دي مش هتاخد وقت خالص في السوا. وادي البشاميل نبتدي من النص كده
وهندخله بقى زي ما قلت لحضراتكم ربع ساعه تلت ساعه، وبعد كده هنطلعه قبل ما يخلص بحوالي 5 دقايق. لو عايزين نزود عليه جبنه نقدر نزود عليه جبنه، ونرجعه تاني الفرن على الشوايه وبألف هنا. شوفها ده هيروح الفرن، الشبت هيبقى تزويق في الاخر. ادي فوطه، ادي النسخه اللي معموله. طبعا كميه الجبنه مش قادر اقول لحضراتكم الريحه عامله ازاي. ممكن بقى ناخد شويه من الشبت ونزوقها كده، والناحيه التانيه، ويبقى النهارده عملت لحضراتكم شوربه جمبري بالشعريه، وعملت ميكسي فود بالبشاميل. الف هنا وشفا، اشوفكم حلقه جديده ان شاء الله بكره. انا والشيف وسام هنبقى هوا عشان نقول نتيجه الحلقات بتاعه رمضان. يا ريت نشوفكم بكره او تتفرجوا علينا بكره. باي باي.